أجهزة الآيفون كل عام تنطرح بعدة نسخ، نسخ شرق أوسطية، نسخ أوروبية، نسخ أمريكية، ونسخ تنزل لليابان والصين ودول عديدة وإصدارات عديدة كمان. شو هو الفرق بين هاي النسخ وأي نسخة هي النسخة المناسبة إلنا؟ لحتى نعرف أي نسخة نشتري إن كانت جديدة أو مستعملة راح تتعرفوا بهالفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ويلا نستمتع. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمود وبهالفيديو رح نتعرف على نسخ الآيفون وإصداراتها اللي بتنزل كل عام على السوق. مبدئياً شركة أبل هي شركة أمريكية المصدر، لكن الأجهزة كلها مثل ما بنعرف بتتصنع بالصين، وفي نسخ كمان بتتصنع بالهند، وهي النسخ اللي بتتصنع بهالدول بتكون معمولة على معايير ومواصفات محددة ومعينة للمنطقة اللي رح يتم التصدير لها. الأجهزة كلها طبعا تتصدر من المعمل، يعني من الصين، ما بتروح أول شيء على أمريكا وبعدها بتنطرح بالسوق، ومن هنيك بيتم وضع علامة معينة على الجهاز بتحدد مصدره ومن لأي بلد أو لأي منطقة راح يتصدر. بشكل مبدئي جودة التصنيع والهاردوير وكمان المواد المستخدمة للإطار، الشاسيه، الشاشة وكل قطع الجهاز هي وحدة، يعني ما في نسخة جودتها أو الماتيريال المستخدم فيها بيكون أفضل وأحسن من النسخة الثانية، يعني ما في تمييز بالمواصفات وما في تمييز بالشكل والهيكل، لكن في نقاط معينة بتختلف من دولة لأخرى. وراح نبلش بالنسخة الأمريكية. النسخة الأمريكية بتجي مثل باقي النسخ، فيها سيمة إلكترونية وسيمة شريحة عادية، يعني ما عدا نسخ الآيفون 14 بجميع موديلاته فيها شريحتين إلكترونيات فقط. يعني إذا أنت موجود بسوريا أو بمصر أو بالمملكة العربية السعودية أو أي مكان تاني واشتريت نسخة أمريكية من الآيفون 14 أو 14 برو على حسب، راح يكون عندك إمكانية فقط تشغل شريحة إلكترونية وما عندك شريحة فيزيكال، يعني شريحة عادية. شو بيعني هذا الشيء؟ بيعني إذا البلد اللي أنت فيها ما بتدعم الشرائح الإلكترونية مثل سوريا على سبيل المثال، ما راح تحسن تشغل سيمة بالجهاز وراح تستخدم الجهاز فقط عن طريق الواي فاي. شو يا لولو؟ نسخة الشرق الأوسط هي نسخة عادية جدا، ما فيها أي اختلاف، ما عدا النسخ اللي بتنزل مثلا لدولة الإمارات بيكون فيها الفيس تايم معطل، وهذا بسبب سياسات الدولة اللي هي تدعم الاتصالات الداخلية لشركات الاتصال وبتمنع هالخدمات اللي موجودة بالفيس تايم مثل الاتصال الصوتي أو مكالمات الفيديو. كل بلد في إلها سياسة الخاصة لدعم شركات الاتصالات فيها، وفي دول تانية بتوقع أكيد فيها هالمواصفات هي إنه تلغي الفيس تايم لحتى الناس تضطر تستخدم الاتصالات الداخلية الموجودة في البلد. النسخة الصينية، الصين مبدئيا فيها نسختين، نسخة للصين كدولة كاملة ونسخة لهونغ كونغ. بشكل عام النسخ الصينية بتجي كلها بدون شريحة إلكترونية، يعني إذا بدك تحط سيمتين شرائح عادية فيزيائية فيك تشتري النسخة الصينية، راح تحسن تحط سيمتين عاديات مثل أي جهاز تاني من شركة سامسونج أو هواوي أو شاومي أو أي شركة تانية. الفرق بين نسخة هونغ كونغ ونسخة الصين كالتالي: النسخة اللي بتروح لدولة الصين هي مدعومة بالفيس تايم فقط لمكالمات الفيديو، ما في مكالمات صوت، بينما نسخة هونغ كونغ فيك تستخدم الفيس تايم للاتصالات مكالمات الصوتية ولمكالمات الفيديو، يعني مثل أي نسخة عادية تانية. طبعا بالسوق العربي اللي موجود عنا وبالذات موضوع الأجهزة المستعملة عنا نسخ كتير، وممكن بالأجهزة المستعملة تكون النسخة جاي من أي بلد تانية على البلد اللي انتو عايشين فيه وتضطروا تشتروها لانه مثلا ارخص من النسخه الجديده اللي بتكون مخصصه للشرق الاوسط، او حدا من برا بعث لكم هديه جهاز ايفون من اي بلد كانت وانتم حابين تعرفوا النسخه هي من اي بلد وشو هي الميزه اللي ناقصه فيها او شو اللي ما فيكم تشغلوا عليه. مبدئيا على كرتونه الجهاز مثل ما راح تشوفوا بالصوره في اسم موديل الجهاز او نسخه الجهاز، وكمان تحسن تفوتوا على الاعدادات محل ما بتشوفوا رامات الجهاز ومواصفاته واسمه، كمان مكتوب نفس رقم الموديل اللي موجود على العلبه. في قبل نهايته سلاش وقبلها حرفين او حرف على حسب، هدول الحرفين او الحرف بيدلوا على اي دولة او لاي دولة مصنوع هذا الجهاز، او هن اختصار اسم البلد او شيء تاني ممكن يكون مثل النسخة الصينية رح نتعرف عليها الاسمين كمان. راح احط لكم انا بالوصف تبع الفيديو رابط الموقع اللي مكتوب عليه الحرفين هدول بيدلوا على اي دولة مثل اختصارات الدول يعني، ومثلا عنا على سبيل المثال النسخة الصينية بيكون محطوط CH اختصارا لكلمة لاسم البلد يعني تشاينا، وبعدها السلاش AA او اي رقم او اي حرف تاني بيكون موجود. اما نسخة هونغ كونغ مثلا بيكون مكتوب ZP مو CH مثل النسخة الصينية لتميز انه هاي نسخة هونغ كونغ،
فيها الفيس تايم مثل ما حكينا بالفقرة الماضية، غير النسخة الصينية اللي بتبدأ بالسي اتش. نسخ الاتحاد الأوروبي مثلا بيكون مكتوب اي او اي حرف تاني. راح احط لكم اللائحة، انتم فيكم تتفرجوا وتشوفوا لحتى تعرفوا نسخة الايفون تبعينكم لأي بلد مصممة. هاي بتكون نهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. اكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد ولا اي بلد مصمم الايفون تبعكم بعد ما تفحصوا بالاعدادات. سلام.